أصال القصف العشوائي على قرية دويل الأكراد في جبل أكراد بتاريخ 26/2/2013، وهذا اليوم تم فيه قصف القرية بأكثر من 30 صاروخ، وهم يقومون بقصدا باستهداف المدنيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله، هذا فضل من رب العالمين، لم تكن هناك أي إصابات، والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. إيه.